بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الله. الأخ محمد يسأل في قول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نزلت هذه الآية في مصرف النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الحديبية، وقد قيل له: يا رسول الله فتح هو؟ قال: نعم، وأي فتح. ولما نزلت هذه الآيات المباركات دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر وكان في مؤخرة الجيش وتلاها عليه، واختلف العلماء في معنى الآية، لكن الذي يظهر لي أنه ليس هناك ذنب متقدم أصلا ولا ذنب متأخر له صلى الله عليه وسلم، فقد عصمه الله من الصغائر والكبائر على الصحيح، لكن المقصود بيان منزلته عند الله جل وعلا. فإذا كانت الذنوب هي التي تحول في الأصل بين العباد وبين ربهم، فأنت أيها النبي الخاتم والرسول المجتبى والحبيب المصطفى كل ذلك معفو عنه لو وقع منك، معفو عنه لو وقع منك. وبعض العلماء يحمل الذنب هنا على أنه خلاف الأولى، وهذا يقبل ولنا فيها تفسير لو أن إذا أراد السائل أن يرجع إليه مفصلا في موقعنا الذي نشرف عليه من حيث الجملة والراسخون في العلم، أظن في أحد لقاءات مع القرآن، لكني لا أذكر أي أعوام، هو الثاني أو الثالث. المقصود لو سأل الإخوة المشرفين لا أجابوه.